الاخبار معاكم في الفيديو ده انا هتكلم عن انك ازاي تذاكر مادة البايوكيمستري. تمام، اول حاجة لازم تعرفها يعني ايه اساسا مادة البايوكيمستري. تمام، بايو يعني حيوي، كيمستري يعني كيمياء، يعني على بعضيها كيمياء حيوية. تمام، فمادة البايوكيمستري او مادة الكيمياء الحيوية هي المادة اللي بندرس فيها العمليات الكيميائية اللي في الجسم وازاي بتحصل. تمام، وازاي الاعضاء بتعمل وظيفتها. تمام، عن طريق مواد كيميائية وإنزيمات وحاجات زي كده. تمام، احنا بعد كده هننتقل لنقطة تاني، هي ايه؟ ان احنا خلاص عرفنا معناها بالعربي بايوكيمستري، كيمياء حيوية. طب ازاي نذاكروها؟ اقول لك، مادة البايوكيمستري لازم تشتغل فيها بكشكول، يعني لما حالة لازم كشكول، ولازم تكتب كتير ورا الدكاترة، لازم يعني. تمام، يعتبر الملف بتاع الكلية مش في كل الحاجات اللي انت تقدر تستفيد منها، مش في كل حاجة. تمام، لازم تكتب ورا الدكاترة وتكتب شرحهم كمان، تكتب شرحهم بتلخيص بتاعك. تمام، يعني انت مثلا ايه، عندك عملية كيميائية حصلت في عضو معين، العملية دي بدل ما تبقى بصيغة انجليزي كلها من غير شرح، لا انت طلعها بره في كشكول بصيغة تانية، عملت عدد صيغة ليها بكلام عربي وانجليزي مع بعض، كأن ايه، حكاية او قصة. تمام، وبكده انت ايه، عملت ليها صيغة بشكل تاني عشان تحفظها بشكل كويس. تمام، فدي نقطة كانت مهمة يعني. تمام، فبقول لك ازاي تذاكر مادة البايوكيمستري. هو الموضوع سهل، انت لازم يبقى معاك ريكورد او تسجيل او فيديو الدكتور بتاع الجامعة اللي عندك وهتسمعه. تمام، وانت بتسمعه فاتح داتا المحاضرة. تمام، او معاك الكشكول، ولازم يبقى معاك الكشكول كده كده يعني، لازم يبقى معاك الكشكول داتا المحاضرة مطبوع. تمام، وبتكتب في الكشكول وفي الداتا. تمام، الاضافات والحاجات اللي هو بيضيفها، وكمان اي حاجة هو بيقولها انجليزي او عربي كشرح تكتبها برضو، تكتب كل حاجة. تمام، وانت وماشي في الفيديو او في الريكورد انت بتكتب وراه. تمام، علشان لما تخلص الريكورد او الفيديو تبقى انت كده خلصت مذاكرة خلاص، مش لسه بعد ما تسمع الفيديو هتروح مذاكر. هو انت كده ذاكرت خلاص في ايه، وانت بتسمع الفيديو ذاكرت خلاص. تمام، فلازم بايوكيمستر دي كده لازم كشكول، لازم نكتب ورا الدكتور، لازم عشان تفاصيل كتير في المادة، والملف بتاع الكلية يعتبر مختصر اكتر المادة. تمام، ففي نقطة تانية بقى دلوقتي، ايه هي؟ انت بتقول لي فيديو، تمام، او ريكورد. بص، كمصدر يعني، اقول لك انت الاساس عندك والاولوية لمين؟ لدكتور الجامعة عندك، دكتور الكلية عندك، ده اللي انت تبني عليه. تمام، ولازم تسمع شرحه. تمام، ففي نقطة مهمة انا اقول لسه قايلها لك، ايه هي؟ ان المادة فيها تفاصيل جوه الشرح. تمام، والملف بتاع الكلية صعب ان هو يوضح كل حاجة، فانت لازم يبقى معاك كشكول ومعاك الداتا مطبوعة وتكتب التفاصيل، والاحسن يبقى معاك كشكول. تمام، ومعاك الداتا اكيد مطبوعة. تمام، وزي ما بقول لك في الفيديوهات اللي فاتت، انت قلل من استخدام الملفات البي دي اف اللي على موبايل او على التابلت او على كده. تمام، اطبعها احسن. تمام، فانا زي ما بقول لك في معلومات كتير وتفاصيل كتير بتكون في البايوكيمستري مش مكتوبه في الملف، فانت لازم تعمل ايه؟ بمعك كشكول تكتب فيه شرح الدكتور، يعني انت خد الكلام من بق الدكتور وحطه في الكشكول. تمام، وفي حاجات في البايوكيمستري بتكون عايزه حفظ، فانت احفظها لازم. تمام، ونقطه عدد الصياغه، ونقطه عدد الصياغه للفكره او للمعلومه العلميه اللي قدامك في الملف، عدد صياغة ليها بالعربي والانجليزي كحكاية او كاربع سطور كده، خمس سطور تكتبهم ورا بعضهم او سطرين ثلاثة، دي هتسهل عليك الدنيا خالص. تمام، وهتكون متميز في المادة. تمام، عن الناس التاني. تمام، طيب حاجة تانية دلوقتي، انت المصادر بتاعة مذاكرة البايوكيمستري اقول لك الاولوية ليك لمين؟ لدكتور الجامعة عندك، ده اللي لازم تسمع شرحه. تمام، فلازم تجيب الريكورد بتاعه او التسجيل بتاعه او الفيديو بتاعه. تمام، طيب انا رحت له وبفهم منه كويس خالص ومعاه. تمام، وعايز اشوف حد تاني، قول لي ايه المصادر. اقول لك ان في ثلاث مصادر عندك.
تمام، هنروح لهم دلوقتي. في 3 مصادر عندي. اول مصدر هو قناة الدكتور محمود الطويل، وتاني مصدر هو قناة الدكتورة ولاء سرحان، تمام، تالت مصدر هو قناة نجاح بدون جشع بتاعة العلاج الطبيعي، تمام. انا دلوقتي هروح للثلاث قنوات دول اقول لكم اللي فيهم، تمام، وبكده نبقى خلصنا. انا رحت لي مصادر مذاكرة مادة البيوكيمستري اللي هم بجانب الاولوية ليك اكيد، ايه هي؟ دكتور الجامعة وشرح دكتور الجامعة هو الاولوية، تمام. بجانب كده في 3 مصادر تقدر تذاكر منهم، تمام، ايه هم؟ اقول لك. اول مصدر هو قناة الدكتور محمود الطويل، ويعتبر فيها كمية كبيرة من الشرح كويس، تمام. وبرضو لو رحت لقائمة تشغيل عنده هتنزل تحت هتلاقي اكتر من حاجة، تمام. زي ما بقول لك انا البيوكيمستري بندرس فيها العمليات الكيميائية اللي بتحصل في الجسم، وبرضو ايه الحاجات الكيميائية اللي بتكون في الجسم، تمام. فاحنا ندرس مثلا الانزيمز، الفيتامينز، الفيتامينات والانزيمات، وهنا الهرمونات، وايض اللبيدات او ايض الدهون، وهنا ايض البروتين، وهكذا، تمام. فيها شرح القناة دي شرح كويس خالص، تمام، لمادة ايه البايوكيمستري، تمام. تاني مصدر هو قناة الدكتورة ولاء سرحان، ودي موجودة برضو، تمام. روح لقائمة التشغيل هتلاقي برضو شرح لي اكتر من حاجة، تمام. برضو انت لو في علاج طبيعي تقدر تروح لقناة نجاح بدون جشع علاج طبيعي، تمام، وتروح لقائمة التشغيل هتلاقي هنا ايه، هتلاقي اكيد مادة البايوكيمستري، تمام. هنا دي مادة بايوكيمستري 1، تمام. احنا عندنا في كلية علاج طبيعي عندنا بايوكيمستري 1، بايوكيمستري 2، بايوكيمستري 3، تمام. فدي ده شرح البايوكيمستري 1، تمام. ولو مشيت او نزلت تاني هتلاقي اكيد بايوكيمستري 2 وبايوكيمستري 3، تمام. اهو هنا بايوكيمستري 2، يبقى كده بايوكيمستري 3 دي اللي احنا ايه عايزين نجيبوها، تمام. فانت هتبحث يعني في القناة، تمام. بالشكل الايه اللي انا بقول لك عليه ده، تمام. انت هتبحث في قائمة تشغيل وهتجيب ايه القائمة بتاعة بايوكيمستري 3، تمام. تمام، شكرا خالص، مع السلامة.